بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه، أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن من أهل الضلال من يتركون الأعمال ويرتكبون المعاصي ويقولون نحن نحسن الظن بالله إنه يغفر لنا، وهذا من المغالطة، فإن من أحسن الظن بالله فإنه يعمل الأعمال الصالحة، لأنه يعتقد أن الله لا يضيع أجره وأنه يحفظ له أعماله. هذا هو الذي يحسن الظن بالله، الذي يعمل الأعمال الصالحة ويتجنب المحرمات، لأنه يعتقد أن ذلك ينفعه عند الله سبحانه وتعالى وأن الله يتكرم عليه، فهو يعمل الأسباب. وأما الذي يقول إنه يحسن الظن بالله ولا يحسن العمل فهذا عجز مذموم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكيس، يعني العاقل، من دان نفسه، يعني حاسبها، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دل على أنه لا بد من عمل. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يحسن الظن بالله ولكنه لا يعمل الأسباب التي تجعل له التي تجعل له قربة من الله سبحانه وتعالى. نعم. كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وهذا هو العجز الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، الجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا هو العجز المذموم. أما العاجز الذي لا يستطيع فهذا معذور، الذي لا يستطيع هذا معذور، لكن الذي يترك العمل وهو يستطيعه هذا هو العاجز المذموم. نعم. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. نعم. فإن قيل بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة. لكن الله جل وعلا قال: وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله غفار لمن تاب، أما من يصر على الذنوب والمعاصي يقول الله غفور رحيم فهذا في الحقيقة مغالط. ولو أنه جلس في بيته ولم يطلب الرزق ولم يأكل ولم يشرب وقال: أنا أحسن الظن بالله إن الله بيجيب لي شيء وأنا جالس، هذا عجز. لابد من فعل السبب، إذا أحسنت الظن بالله فأعمل الأسباب. نعم. وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. العقوبة منه سبحانه وتعالى عدل، ما تنفعه العقوبة ولا تنفعه الطاعة، وإنما هذا عدل منه سبحانه، أنه يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، هذا عدل منه سبحانه وفضل. نعم. قيل الأمر هكذا: والله فوق ذلك أجل وأكرم وأجود وأرحم، وإنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة
والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته، وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. نعم، ولهذا الله جل وعلا يقول: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. سبحانه وتعالى: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فيضع العذاب في من يستحقه ويضع الرحمة في من يستحقها. هذا هو الحكيم. نعم. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة. بلا شك أن هذا فصل عظيم. هذا الفصل أوله في الدعاء، وأنه سبب من أعظم الأسباب للرحمة والنجاة. ثم تطرق رحمه الله إلى الفرق الضالة التي تغالط في الدعاء وتقول أنه ما ينفع وأن المعول على القضاء والقدر وأن الدعاء لا ينفع. بعضهم يقول الدعاء عبادة فقط وله ما ينفع، لكنه عبادة لله. هذه كلها أشياء باطلة. نعم. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين. أولئك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله، وهم هاجروا وجاهدوا، وهم لم يقتصروا على الرجاء فقط. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. بعدما هاجروا وبعدما جاهدوا يرجون رحمة الله. ثم هذا يدل على أن الإنسان لا يتكل على عمله، لهذا قال يرجون رحمة الله ولا يقطعون لأنفسهم لأنهم سيكونون في الجنة، بل يخافون من الله عز وجل. نعم. وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني امتحنهم المشركون وآذوهم في دينهم، هاجروا، والهجرة قرينة الجهاد، تركوا أوطانهم بلادهم وأموالهم وخرجوا طاعة لله عز وجل، بذلوا السبب. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وجاهدوا، جاهدوا الأعداء والكفار، جاهدوا في سبيل الله عز وجل لنصرة الدين، وصبروا على طاعة الله، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. عملوا الأسباب للرحمة. نعم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. نعم. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. نعم. فصل: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نعم، يأخذون طرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. الله جل وعلا كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فلماذا يأخذ أول الآية ويترك آخرها؟ فالله جل وعلا كما أنه غفور فهو شديد العقاب، غفور لمن تاب وآمن
شديد العقاب لمن كفر وأعرض وعاند. نعم. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. نعم. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. رجاؤك لمن لا تطيعه من الخذلان والحمق، إذا رجوته فأطعه، إذا رجوته فأطعه. أرأيت لو أنك ذهبت إلى رجل من أهل الأموال والمحسنين وتتحرى منه أنه يعطيك من المال، ثم سببته وشتمته وخالفت أمره، هل تظن أنه سيعطيك؟ فأنت إذا رجوت فاعمل عملا يحقق لك الرجاء، يحقق لك رجاءك. أما أن تعمل عملا يخالف رجاءك هذا غلط. نعم. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. نعم، إذا تأملت الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا من قطع يد السارق والقصاص من القاتل ورجم الزاني وجلد الزاني البكر ورجم الزاني المحصن، عقوبات شديدة. إذا كان هذا في الدنيا فما في الآخرة أشد للمجرمين، أشد للمجرمين. ولم تشملهم رحمة الله، لأنهم لا يستحقونها، لأنهم لا يستحقونها. الله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فالله جل وعلا كما أنه رحيم فهو شديد العقاب، لا يرضى لعباده الكفر، ولكنه يغفر لمن تاب وآمن وعمل الصالحات. فالذي يريد المغفرة يعمل أسبابها، والذي يتمنى على الله الأمان يتبع نفسه وهواها، هذا عاجز، كما العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. نعم. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. نعم، هذا الفقه في دين الله، إن الإنسان ما يغتر بعمله. الحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، من أهل العلم والتقوى والورع، ولم يأخذه الرجاء، مع أنه يعمل الأعمال الصالحة، يخاف أن يطرحه في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. لهذا قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ويخافون من الله عز وجل. نعم. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. نعم. وسأل رجل من الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنوك حتى تلحقك المخاوف. إيه نعم، لا تجلس مع اللي يتساهلون بالمعاصي ويذهبون أهل مذهب الخبيث، يقولون رحمة الله واسعة. نعم، رحمة الله واسعة، لكن لمن الرحمة؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله ما يضع الرحمة إلا في موضعها، ولا يضع العقوبة إلا في موضعها. وما الذي يؤمنك من العقوبة؟ وقد توعد الله جل وعلا العصاة والمذنبين، ما الذي يؤمنك من عقاب الله عز وجل؟ فكما أنك ترجو أيضا تخاف، تجمع بينهما، بين الخوف والرجاء. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه،
وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم، هذه عقوبته لأنه كان في الدنيا لا كان ينهى عن المنكر، لكنه لا ينهى نفسه، ينهى الناس ولا ينهى نفسه، ويأمر بالطاعة ولا يعملها، فصار عقوبته في الآخر. هذا دليل على أن الله رتب العقوبة على العمل السيء، وأن مجرد الكلام من غير عمل لا ينفع، مجرد الكلام من غير عمل لا ينفع الإنسان. هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لم يعمل هو، فصار في النار فضيحة والعياذ بالله، يلقى فيها فتنفتح أمعاؤه وتسيل أمعاؤه في الأرض ويدور فيها كما يدور الحمار برحاه، يعني الحمار الذي يدير الرحاء اللي يطحن على 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 الدواب، يطحنون على الدواب كما هو معروف، فهذا يلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار الذي يدير الرحى والعياذ بالله، عقوبة له، مع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باللسان ولا ينهى عنه بالفعل. نعم. بسم الله. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك، فظننت أنه يرد فظننت. نعم. أحسن الله إليك. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. نعم، هذا عقوبة، غل نمرة شيء من اللباس، والغلول من الكبائر، فالله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل يعذب في قبره، لذلك قال: أفل لك، كلمة تضجر بسبب النمرة التي أخذها، دل على أن الله يجازي على الأعمال السيئة. نعم. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نعم، هذا دليل على أنه لا بد من العمل وأنه ما يكفي القول. نعم. وفيه أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعني عقوبات مرتبة على معاصي ما نفعهم حسن الظن مع المبارزة بالمعاصي والمخالفات. نعم. وفيه أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. نعم، هذا واضح أن الإنسان لا يأمن على نفسه من أنه ينحرف ويزيغ ويضل، ولذلك يجتهد في الدعاء بالثبات على الحق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دين. فالرسول يخاف من الزيغ، يخاف من الانحراف، فما الذي يؤمن غيره؟ وكم من مهتد ضل، وكم من عابد فسق، وكم من مستقيم انحرف، لأن الفتن شديدة والعياذ بالله، الفتن والدعايات شديدة خصوصا في آخر الزمان. الإنسان لا يأمن على نفسه، أنت ترى الإنسان مستقيما وصالحا ثم تدري إلا وهو منحرف ومتغير، هذا شيء واقع كثير، والعكس ترى الإنسان منحرفا وعاصيا ثم ما يلبث أن يتوب إلى الله ويتحسن عمله ويصير من الصالحين، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا يأمن العاصي من العقوبة ولا يقنط من الرحمة،
يكون بين ذلك. نعم. فيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك منذ خلقت النار. يخاف منها ميكائيل، من من من, من سادات الملائكة، ويخاف من النار مع تقواه ومع طاعته لله عز وجل. نعم. وفي صحيح مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا. فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. نعم. وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: خرجي أيتها النفس المطمئنة، فخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، ففشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبر من روحها صلى الله عليه. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، وخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتغرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، وتطرح روحه طرحا، ثم قرأ:
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة وفي لفظ لأحمد أيضا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فراش النار. هذا الحديث المشهور بحديث البراء هو حديث عظيم فيه أنه تشرع الموعظة عند الدفن في بعض الأحيان إذا حصل فرصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وعظهم لما كان ينتظر أنه ينتهي عمل القبر أما إذا جاءوا والقبر مجهز فإنهم يبادرون بدفن الميت ولا يجلسون يبادرون بدفن الميت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جلس وجلسوا حوله لأن القبر لم ينتهي الذين اتخذوا من هذا الحديث دليلا على الموعظة عند القبر دائما يخطبون في المقابر هذا بدعة الرسول ما كان يعمل هذا دائما وإنما عمله لسبب وهو أن القبر لم ينتهي فإذا حصل مثل هذا فلا بأس وفيه في هذا الحديث إثبات عذاب القبر ونعيم القبر وفيه أن ذلك بأسباب النعيم سببه العمل الصالح والعذاب سببه العمل السيء هذا هو المقصود من إيراد الحديث نعم وفي المسند أيضا عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء نعم أحسن الله إليك وفي المسند أيضا عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا وفي المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه مشروعية زيارة القبور النظر فيها من أجل ترقيق القلوب والتوبة إلى الله عز وجل نعم وفي المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا أيها الناس أتدون ما مثلي ومثلكم قالوا الله ورسوله أعلم فقال إن مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم ثلاث مرات وفي صحيح مسلم هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نذير لهذه الأمة من العدو وهو الشيطان والعذاب والمعصية فهو نذير عليه الصلاة والسلام بشير ونذير نعم وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار عقوبة الله على شرب الخمر والعياذ بالله
فإن الله يسقيه من عصارة أهل النار أو طينة أهل النار كما شرب الخمر بالدنيا. هذا دليل على أن العقوبات على المعاصي، وأن الإنسان لا يعتمد على الرجاء وعلى الرحمة ويقع في المعاصي. نعم. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. هذا خوف الرسول صلى الله عليه وسلم، خوف أصحابه، وهم أفضل الأمة وأكثرها أعمالا صالحة، ومع هذا يخافون هذا الخوف الشديد. دل على أن الاعتماد على الرجاء من غير عمل أنه باطل. نعم. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين. نعم. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. هذه ضغطة القبر ولا ينجو منها أحد، لكن المؤمن يفرج الله عنه، وأما غير المؤمن فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. لا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن ابن عباس عن النبي، يعني عقوبات المعاصي، هذا في عقوبات المعاصي، وأنها في المحشر يحصل لهم بسببها هذا العرق الشديد من الخوف. فلا يأمن الإنسان من المعاصي يتساهل فيها ويقول: الله غفور رحيم، واسع المغفرة، وما أشبه ذلك. الله غفور رحيم لمن تاب وعمل الصالحات وعمل الأسباب، أما من بارز الله في المعاصي والمخالفات فإن الله شديد العقاب. نعم. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم. صاحب القرن هو إسرافيل عليه السلام، والقرن هو الصور، يأمره الله فينفخ فيه نفخة الفزع، ثم يأمره فينفخ فيه نفخة الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم يؤمر فينفخ فيه الثالثة فتطير الأرواح إلى أجسادها، ويقوم الناس من قبورهم، وهذه نفخة البعث. نعم. وفي المسند أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. نعم. الكبر، الكبر، مظاهر الكبر، الكبر هذا خصلة ذميمة، ترفع على الناس والإعجاب الإنسان بنفسه، هذا يكون هينا على الله، يهون عند الله. وأما المتواضع فإنه يكون عزيزا عند الله، مرتفعا عند الله. نعم.
وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والتصوير الآن صار فن من الفنون، ما في بأس عند كثير من الناس، وبعضهم يتجرأ على الفتوى بأنه حلال وما أشبه ذلك، وهو جريمة عظيمة وعليه وعيد شديد يتساهل الناس فيه. نعم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. نعم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل الجنة حزنا إلى حزنهم. نعم. أحسن الله إليك. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي المسند عنه قال: يؤتى بالموت، ما هم لك في الموت. الموت هو معنى من المعاني، لكن الله يجعله جسما يوم القيامة فيذبح على مرأة من أهل الجنة ومرأة من أهل النار، فأهل الجنة يفرحون أنهم لا يموتون وأنهم في نعيم، وأهل النار يحزنون لأنهم يخلدون في النار ولا مخرج لهم منها، تمنون الموت وقالوا: يا مالك ليقضي علينا رب، يتمنون الموت في النار يستريحوا، لكن ما حصل لهم موت، ما يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا. نعم. وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. سبعة دراهم منها واحد حرام، منها واحد حرام، فهذا فيه رد على اللي يقولون إنه إذا صار المكاسب إذا صار فيها شيء حرام يسير ما يخالف، إذا صار في الشركة ربا ما يخالف لأنه يسير ونشترك فيها، هذه سبعة دراهم منها واحد حرام لا يقبل الله منه صلاته، وعيد شديد، وأن الحرام ولو قل فخطره عظيم، يجب تجنب الحرام نهائيا وعدم التساهل فيه. نعم. يقال لهم هالشركة دي تتعامل بالربا، ويقولون تعاملها بالربا خفيف، يعني ما أكثر تعاملها بالحلال وفيها ربا. نعم فيها ربا، يكون الربا مغتفر بزعمهم. وأنتم سمعتم هذا الحديث، أعيد الحديث. وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. عشرة دراهم، العشر منها العشر، واحد من عشرة حرام لا يقبل الله صلاته ما دام الثوب عليه. وين اللي يتساهلون في الحرام ويقولون الحرام ما يخالف إذا صار معه بسهير؟ نعم. ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. نعم. وفيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. نعم. وفيه أيضا عنه مرفوعا: من شرب الخبر مرة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من غدغة الخبال يوم القيامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. المومسات يعني الزانيات والعياذ بالله. نعم.
وفيها أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحققات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. نعم، كذلك المعاصي تجتمع، ولو كانت معاصي صغائر تجتمع وتصير كبائر وتهلك صاحبها. كل غرض المصنف رحمه الله من إيراد هذه الأحاديث الرد على الذين يتساهلون في المعاصي ويقولون إن الله غفور رحيم ويتركون التوبة، يعتمدون على رحمة الله وعلى عفو الله ولا يتوبون من الذنوب. نعم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، به كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وفي صحيح مسلم عنه قال مع أنهم مؤمنون موحدون احترقوا في النار وصاروا فحما، كيف يأمن العاصي ويعتمد على عفو الله ورحمة الله من غير توبة؟ نعم. وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 3. يكفي، نقف عند هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم.